جانيكم على شوية حمائل، وصلنا الماضي ساعتين وثلاث دقائق وقيت الفندو. الفندو دوغا هي مدينة أثرية موجودة في تمدية برسق من ولاية باجة في الشمال الغربي. دوغا الأثار أدرجت ضمن لائحة التراث العالمي لمنطقة اليونسكو في 1997 باعتبارها أفضل مدينة رومانية محفوظة في شمال أفريقيا. تتميز المدينة بامتدادها على مسافة 70 هكتار، محافظاتها على أثارها وثراء تاريخها البونيقي الروماني والبيزنطي. تستمد مدينة دوغا اسمها الحالي من اسمها الأمازيغي القديم وهو توغا، ويعني اسمها الجبل الصخري. نلقاو في المدينة أطلال ترجع للتاريخ القديم المتعاقب، بدءا من الأثار الليبية الكارتاجية مثل الضريح، مرورا بالمعابد الرومانية مثل معبد ميركوس، أيضا المسرح الروماني، بعض المقابر الرومانية، قصور، الساحات والممرات، أقوس النصر، حمامات عمومية، حمامات ساخنة، ومنازل فخمة مفروشة بالفسيفساء، انتهاءا بالتحسينات البيزنطية كما تكسب دوغا 2000 نقيشة لوبية بونية محدثة إغريقية ولاتينية. وكي نزيدو نتعمقوا أكثر في أسرار المدينة هذه، نلقاو أصنام برؤوس مقطوعة مثل الأشخاص اللي عاشوا في المدينة، تتميز بكبر حجمها وبالرداء الفاتح اللي كانوا يلبسوه الملوك وكبار الرجال في المدينة. أيضا مبنى الكابتيول اللي يحتل أكبر مساحة من بين المباني الأخرى موجود بجانب المسرح، وهو عبارة على معبد لعبادة الثالوث الإلهي لمدينة روما، تبنى على النمط الروماني، وهو المبنى اللي كان يسكن فيه القيصر. تاريخ دوغا يعرف من بعد الغزو الروماني والمعالم الأثرية الموجودة فيه، وتشهد على أهمية المدينة من قبل قدوم الرومان. الفندق لا والله سر الابتسامه نتاعي اليوم مش امل، على خاطر بون باش نحكيها الحكايه. بابا وانا صغيره عيط لي دوغا، تو ما نفهمش علاش، تو عمري برسك 29 سنه ما نفهمش علاش بابا عيط لي دوغا. فهمتش شنو وجه الشباب العظيم يدوغا، بدا بيه الوالد يفسر لنا. سيدي مرحبا بكم، احنا متواصلين معكم حتى الماضي ثلاثه.